السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله نقدموا واحد الحلقة ديال كيفية تقطيع الخبز بقطع صغيرة على شكل قطع صغيرة مثل السكاليم. أنتم كما كتشوفوا السكاليم الشركات كيقطعوه تقريبا بنفس الحجم. علاش؟ لان هما عارفين الفم ديال الارنب ملي غادي يتحل، لا بالنسبه للصغير لا الكبير. انتم كتشوفوا كيقطعوه بواحد الطريقه يعني على شكل هي حقه دائريه ولكن بواحد المورصويات. الاغلبيه ديال الناس ملي كيبغيو يعطيو اما الخبز كجاف والكارم ولا شي حاجه يعني شي حاجه غليظه، الارانب كتشوفهم انهم كيتعذبوا في الاكل ديالها. حنا هذا النهار ان شاء الله غادي نوريكم طريقه كيفاش تقطعوا الخبز الجاف تقريبا بحالو بحال السكاليم، يعني تقريبا على هذا الحجم هذا. اذا تابعوا معي الطريقه. هي في الحقيقه كاينين ثلاثه ديال الطرق. يعني شوفوا انتما تبارك الله، انتما هنايا الخبز مقطع بواحد الطريقه يعني تقريبا في حجم ديال السكالين. هانتوما يعني طريقه زوينه. و حتى الى عطيتو الخبز الجاف او الكارم ملي كتعطيوه للارانب ديالكم، الا كان في الكاج يعني كيبقاو ياكلوا منه، ومنين كيولي واحد القطعه تقريبا نقولوا فيها واحد 5 سنتيم كيقلبوها وكطيح في وسط ما بين كتكون الاسلاك هكا ديال الكاج، وكيطيح الخبز في وسط الكاج وصافي كيمشي كيولي خبز ثالث ما كيستافدوش منه لان كيتخلط مع الفضلات ديالهم. اذا الطرق هي كالتالي، هما الخبز نتوما مقطع بواحد الطريقه، الا مشيتو تعطيتو الارانب بهذه الطريقه هذه كانكم عطيتهم السكالين. نتوما ماشي مفرتس بزاف يعني باش ما يشموه ويبقاو يعكسوا، وانما هو مقطع بواحد الطريقه انتم كتشوفوا كانه سكالين. اذا ثلاثه ديال الطرق هي اللي غادي نتحدثوا عليها هذا النهار. الى لكم الطريقه الاولى. اذا الطريقه الاولى وهي في الحقيقه كهربائيه، لان كاين واحد النوع من الروبويات ممكن هذا الروبو بحال هكا يكون عنده محل مواس هكا. هذه الطريقه هي في الحقيقه فعاله، يعني هذا الروبو هذا الى تقدروا تحصلوا عليه هو روبو صحيح، ممكن انكم تقطعوا به الطماطم والخضار يعني الجزر كلش. يكون عندهم هذا المواس هادو فيهم ثلاثه ديال الانواع. كاين واحد مثقب وكيقطع داك الشيء رقيق، كاين واحد مثقب كسر وكيقطع داك الشيء خفيف بزاف، وكاين هذا النوع هذا اللي اختاريته انا انه كيقطع الخبز الجاف بواحد الطريقه يعني مزيانه. ولكن هذه الطريقه هذه سمو كيوقع فيها انها مكلفه، ان هذا الروبو هذا راه خدام تقريبا ب 500 واط. 500 واط يعني راه كيستهلك شي شويه ديال الكهرباء. يعني الناس اللي ما بغاوش يخدموا هذه الطريقه غادي نوريكم الطرق اخرى اللي ما فيهاش كاع الفاتوره ديال الكهرباء اللي غتبقى تجيكم غاليه ان شاء الله. اذا اليكم الطريقه الثانيه. اذا الطريقه الثانيه هي كالتالي. بلا شك على انكم كلكم عندكم في الديور ديالكم مهراز عادي هكا. كاين اللي كيكون عنده مهراز بحال هذا ديال الحديد، كاين اللي يكون عنده مهراز ديال النحاس. ما عليكم الا تحطوا الخبز هنايا وكتبقاو تدقوه بواحد الطريقه، يعني ما تدقوش بزاف باش ما يوليش دقيق، وانما كيكون على شكل مرصويات خفاف. ولكن هذه الطريقه هذه ممكن انكم تغلطوا وتدقوا الخبز بواحد الطريقه حتى كيولي مفرتس بزاف. غنوريكم واحد الطريقه اللي حتى هي في حقها ما فيهاش لا كهرباء لا والو، ولكن ممكن انكم تحصلوا على الخبز بطريقه مقطعه بحاله بحال السكاليم ان شاء الله. اذا اليكم الطريقه الثالثه. اذا الطريقه هي كالتالي. هذا المقص هذا راه كيستعملوه في التقليم ديال الاشجار. هانتوما مقص هذا، هانتوما الخبز، اما الخبز المهم خصو يكون كارم وصافي، ماشي مشكل يكون ديال الحانوت ولا ديال الدار، المهم ماشي مشكل. هانتوما غنوريكم الطريقه باش كتقطعوا، وهي في الحقيقه غير هاد المقص. حاولوا انكم تبعدوا على الدراري الصغار لانه يقدر ياذيهم، اما بالنسبه للكبار ما هانتوما
هنا دابا كنخدم بالعرض البطيء غير باش 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 تعرفوا كيفاش الطريقه كنخدم بها. ولكن هو الا بغيتوا تزربوا به راه ممكن انكم تزربوها انتما الطريقه هكا انتما ممكن ما كتشوفوا هكا انتما كما كتشوفوا كتحصلوا على هذا الشكل هذا. كونوا متاكدين انكم ملي كتعطيو الارانب ديالكم هاد الموصويات هكا راهم كياكلوا بواحد الطريقه يعني احسن ما تعطيوه لهم هكا وهكا ويبقاو عادي يبقاو نجرو فيه. لا هاد الطريقه سهله وجد سهله كديروا واحد الكميه وفي النهار تبقاو تعطيهم واحد طاس عامر ديال دانون يعني تعمروه لهم وتعطيهم انتما. انا غنعطيه لهم وغادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي يتعاملوا معه. اذا انتما كما قلت لكم انتما غادي نعطيهم نعطيهم واحد شويه ديال هذا الخبز المقطع على شكل سيكالين. هاد النسوة هادي شوفوا شوف تبارك الله كيفاش غادي يعجبها شوف شفتوا. اما الى عطينا لها بواحد الطريقه يعني عشوائيه غير خبز غادي تلاحظوا ان الخبز كيولي كيطيح في الكاش بحال الطريقه. شوفوا الخبز راه طايح لتحت الى كيبان لكم انتم واحد المورسو. هذاك راني عطيتها البارح واحد الخبز كبير على يعني شكل كبير كيبقاو ياكلوا منه ياكلوا منه ياكلوا منه بحال هذا الشكل هكا. انتما اما يوسخوا فوق منه ولا كيفزكوا فوق منه او كيطيح في وسط الكاج. المهم ما كيبقاش صالح. اما بهذه الطريقه هذه انتما كيولي على شكل سيكالين. انتما انا غادي نعطي عاوتاني هاد الصغار راه عندهم واحد شويه نعطي لهاد الذكر هذا انتما شوفوا تبارك الله كيفاش غادي يبغي ياكل منه. شوف انتما شوفوا كانه كياكل السيكالين. راه الطريقه راني جربتها راني تقريبا غادي بها دابا واحد نقولوا 6 شهور وانايا الخبز ما بقاش كاع كيضيع لي. وليت اي يعني كنشريه رخيص الخبز ممكن انكم تشيطوه من عندكم في الدار ممكن انكم ديروا الاخر تشريوه هو الثمن ديالو ملي كتبغوا تشريوه من عند الباعه المتجولين كيبيعوه بجوج دراهم. جوج دراهم راه غادي تعطيكم بزاف يعني الا شريتوا واحد 10 كيلو ولا راه كتوزن بزاف. كونوا متاكدين ان 10 كيلو ولا 20 كيلو ب 20 درهم مثلا راه غادي تدير لكم واحد شحال ديال الايام وانتم كتعطيو. شوفوا انتم كياكل كانه كياكل السيكالين لان هاد الطروفه هاد الموصويات قدهم قد اللقمه ديالو قد السيكالين. اذا هذه هي الحلقه ديالنا ديال هذا النهار. حلقه يعني كتبان بسيطه ولكن راه شحال من الناس ان شاء الله غادي يستافدوا من هاد الطريقه هذه. اذا هاد المقص ديال تقليم الاشجار هو يعني ابسط طريقه واسهل طريقه وانجح طريقه. اذا الى كان عندكم شي طرق اخرين باش كتقطعوا الخبز ممكن انكم تخليهم ليا في لي كومونتير. وحتى الى عجبتكم شي طريقه ولا ما عجبتكمش شي طريقه من الحوايج اللي قدمت ممكن انكم تخليوها لي مع الرسائل لي كومونتير. كنشكر كل من تابعني في الفيديوهات السابقه لان كاين فيديوهات نجحوا لي مزيان وذلك بالفضل ديالكم. كنشكركم وكنشكر جميع متتبعي قناه ديدو سامودي. ان شاء الله في الحلقات الجايه غادي نحاول نطور المشروع وغادي نجيب لكم مواضيع جديده ان شاء الله. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا وتكيو على زر جيم باش تساندونا وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.